خمس رجاله واوضه واحده و15 يوم بيقضوهم في الجحيم. والصوره اللي قدامك دي بقى هي النتيجه بتاعت التجربه. تجربه النوم الروسيه هي واحده من اكتر التجارب المرعبه اللي اتعملت على البشر، والتفاصيل بتاعتها لما تسمعها هتصدمك من كميه الرعب اللي حصل فيها. القصه بتبدا في سجن موجود في روسيا ايام ما كان لسه اسمها الاتحاد السوفيتي. مجموعه من العلماء اختاروا خمس مساجين كان محكوم عليهم بالاعدام، وعرضوا عليهم اختيارين سهلين جدا ان اي حد يختار ما بينهم. قال لهم ان هم محتاجينهم في تجربه هتدوم لمده كام يوم، وفي المقابل هياخدوا حريتهم. اما بقى اللي هيرفض هيقضي بقيه حياته ويتعفن في الزنزانه. طبعا الاختيار كان سهل، والخمس مساجين وافقوا ان هم يشاركوا في التجربه، لكنهم ما كانواش يعرفوا ان مستنيهم مصيبه وانهم رايحين الجحيم برجليهم. العلماء الروس اخترعوا نوع من الغاز، الغاز ده بيخلي الدماغ البشري قادر على ان هو يعدي القدرات بتاعته. العنصر البشري او الجنود بتوع الاتحاد السوفيتي في الوقت ده كان هيمتلكوا القدره ان هم يقدروا يقعدوا ايام وممكن اسابيع او شهور من غير ما يحتاجوا ان هم يناموا. تخيل ان انت عندك جنود قادرين ان هم يحاربوا لمده 24 ساعه كامله، 24 ساعه من غير راحه ومن غير تعب. تخيل لو بتمتلك فعلا جندي بالقوه ديت ان هو يواصل المعركه، هينهك العدو اللي قدامك، وفي نفس الوقت هو هيكون عنده القدره للاستمرار ويديك قدره قتاليه اكبر. دي كانت بكل بساطه الفكره اللي الغاز ناوي يعملها، انه يخلي الجنود ما يناموش. العلماء اخذوا الخمس مساجين حطوهم في زنزانه، ووفروا لهم شويه ادوات كده للكتابه وكم كتاب يقروه، وبعدين حطوا في نص الاوضه اهم عنصر في التجربه، الغاز اللي ناويين يجربوه عليهم. في اول كام يوم كانت الامور ماشيه بشكل طبيعي، بل وكمان بعد مراقبه العلماء للمساجين لاحظوا ان قدرتهم الانتاجيه عليت. المساجين بقوا بيتعلموا اكتر، وتقريبا خلصوا كل الكتب اللي كانت موجوده معاهم في الزنزانه، قروها كلها وفهموها كمان. من الواضح ان الثمان ساعات نوم اللي توفرت من اليوم ديت وما بقوش يناموا فيها فرقت معاهم جدا في قدرتهم الانتاجيه. لكن المصيبه كانت جايه، او بمعنى اصح ده كان هدوء ما قبل العاصفه. في اليوم الخامس من التجربه المساجين كانت حرفيا رجليهم اتزحلقت من فوق حافه العقل ووقعوا في بحر الجنان. شعور الاحتجاز عندهم زاد، وبداوا يبصوا للحيطان ويتكلموا، وفي بعض منهم بدا يهلوس ويتكلم مع ناس من قرايبه ومراته وعياله، والناس دي ما كانتش موجوده غير بس جوه عقولهم. من الواضح ان التاثير بتاع قله النوم بدا يظهر، لكن دي كانت بس مجرد البدايه. في اليوم التاسع من التجربه واحد من المساجين اتجن جنانه حرفيا، بدا عمال يجري ويصرخ في كل حته، فضل يصرخ بكل ما عنده من قوه لمده 3 ساعات ما بطلش ولا ثانيه منهم. الصراخ فضل مستمر لحد ما المسجون قرر ان هو يقطع حباله الصوتيه من رقبته عشان يسكت خالص. كان واقع قدامهم غرقان في دمه، لكن الغريب ان المساجين الموجودين حواليه ما كانوش بيدوا اي ردة فعل، كانهم مش شايفينه او سامعينه. حتى طول الثلاث ساعات اللي كان عمال بيطلع صوته فيهم ما كانش حد فيهم بينطق او حتى بيبص له، كانوا بس باصين للحيطه. كل ده بقى ما يجيش حاجه مع اللي حصل في اليوم ال15. بعد ما عدى اكتر من اسبوعين تقريبا على التجربه ما بدات، المساجين بقوا كلهم في حاله سكوت تام، واقفين في مكانهم بيبصوا لبعض ومحدش فيهم بيتحرك، ما بينطقوش، وكان ادمغتهم خلاص وصلت للحافه او وصلت لاقصى قدره بشريه ممكن يتحملوها. كان كل اللي بيعملوه ان هم ساكتين. فهنا بقى العلماء قرروا ان هم خلاص كده لازم يفتحوا الزنزانه ويشوفوا ايه اللي بيحصل معاهم جوه. ولما واحد من العلماء قرب بس من الزنزانه وبص لواحد من المساجين وقال له احنا خلاص هنخرجكم، المسجون رد عليه رد صادم، قال له انت مين قال لك ان احنا اصلا عايزين نخرج؟ احنا كل اللي عايزينه الغاز. من الواضح ان هم ادمنوا على الغاز اللي عمالين بيشموه، لان ده الحاجه الوحيده اللي كانت بتخلي دماغهم تفضل صاحيه. العلماء دخلوا وفتحوا الزنزانه عليهم واتصدموا بقى باللي هم شافوه. المساجين وهم قاعدين على سريرهم كانت اجسامهم حرفيا تحولت لجثث حيه، عينيهم كانت داخله لجوه، كانت ابتسامتهم وضحكتهم ابتسامه مرعبه. واحد من المساجين كان واقع على الارض وسايح في دمه، وهم كل اللي بيعملوه ان هم قاعدين على السرير حتى مش بيبصوا له ولا كانهم شايفينه. الاربعه الباقيين من المساجين كانوا بيعملوا حاجه ابشع من كل ده، كانوا بيتغذوا على نفسهم. الاولاني كان فاتح صدره وعمال بيزق صوابعه جوه الفتحه اللي عاملها، والتاني سلخ الجلد عن ايديه ورجليه لدرجه ان العظم كان باين، وكلهم بلا استثناء كانوا عاملين جروح في بطنهم لدرجه ان اعضائهم الداخليه زي الكبد والكلى وغيرها كانوا باينين ممكن تشوفهم بعينك. العلماء لما شافوا المنظر دوت حرفيا اتصدموا، وفي ساعتها بلغوا الجنود عشان يجوا يحتووا اللي بيحصل. الجنود مجرد ما وصلوا المساجين ما كانوش شايفين ولا فاهمين اللي بيحصل، كانوا حرفيا دماغهم كانها اتلغت ومش مدركين لمين الناس اللي قدامهم دول. فبدا يحصل اشتباك بينهم وبين الجنود، الجنود اضطروا ان هم يضربوا نار ويصيبوهم وتحصل اصابات ما بينهم، وفي نفس الوقت دوت واحد منهم بيقدر ان هو يمسك جندي ويخلع حنجرته من مكانها حرفيا، فاضطر الجنود ان هم يقتلوه وما تبقاش غير ثلاث مساجين. العلماء بسرعه اخذوهم على السراير وادوهم الغاز عشان يهدوا، واثناء ما كانوا بيحاولوا يضمدوا لهم الجروح او يقفلوا المناطق اللي اعضائهم فيها باينه، واحد من الدكاتره وهو بيحط ايده المسجون شد ايديه ودخلها جوه الجرح وفضل يضحك بجنان وكانه مستمتع باللي بيحصل له. الجنرال اللي كان موجود وقتها والمفترض ان هو قائد التجربه قرر ان هو هيدخل الثلاث مساجين الموجودين للزنزانه ويحط عليهم ثلاث علماء عشان يكملوا المراقبه بتاعتهم. واحد من العلماء ما كانش قادر ان هو يستحمل شعور الذنب والكارثه اللي هم عملوها في البشر اللي قدامهم، وبعد ما اتكلم مع واحد من المساجين ادرك اللي هم عملوه ان هم صحوا اسوأ جزء في الطبيعه البشريه. العالم جاب مسدس وراح
ضارب المسجون اللي بيكلمه وضرب الجنرال بتاع السجن وضرب القائد الروسي اللي كان قايم على التجربه، والجنود بسرعه اتدخلوا وحاولوا يوقفوه. المشروع طبعا بعدها تم اغلاقه عشان الكارثه اللي حصلت، واتشالت الملفات بتاعته بسريه تامه لحد ما انهار الاتحاد السوفيتي. وفي وثائق متوثق فيها اللي حصل دوت في التجربه اتنشرت واتفضحت بعدها. تفتكروا انتوا بقى لو فعلا في يوم من الايام قرروا ان هم يعملوا غاز بيعمل نفس التاثير اللي احنا شفناه ده وجربوه على حد فينا، تفتكر ايه اللي ممكن يحصل له؟ اللي ممكن يحصل لبني ادم لو قعد 15 يوم ما ينامش؟ لو بتحب القصص من النوع دوت ما تنساش تتابعني واضغط مرتين على الشاشه. كان معاكم محمود زايد، سلام.